مرحبا طلبتي. في الـ example الآخر في التطبيقات المشتقة عندنا الحبل يمر من خلال بكرة عند النقطة P ويحمل وزن مقداره W في نهايته. النهاية الأخرى من الحبل على ارتفاع 5 متر عن سطح الأرض، يمسكها عامل عند النقطة M. ترتفع البكرة عن سطح الأرض بمقدار 25 فوت. طول الحبل الكلي يعني من W إلى نهاية يعني لازم الحبل العامل 45 فوت، ويسير العامل بهذا الاتجاه بسرعة عن الخط العمودي PW، هذا PW الخط العمودي من هنا يمشي هيجي بسرعة 6 فوت بير سكند. المطلوب سرعة صعود الوزن W عندما يبعد العامل 21 فوت عن PW. أوكي، فإحنا مثل ما أوضحنا بالمحاضرة السابقة أنه أكو خطوات عندنا لحل هذا النوع من المسائل التطبيقات المشتقة. الخطوة الأولى الرسم، نرسم الرسم مالتنا بشكل سكتش أولي، نوضح عليه الأشياء الثوابت الموجودة، 5 فوت ارتفاعها عن مستوى سطح الأرض، أوكي، الأشياء الثابتة. وبعدين نذكر المتغيرات ونثبتها على الرسم. المتغيرات عندنا OM، ها هي المسافة مننا لهنا هي OM، يعني نسميها X على المتغيرة، أوكي، والH أيضا هذا الارتفاع مننا لهنا هم متغير، أوكي، والزت هو هذا طول الوتر، يعني مثل الوتر عندنا، شلون عندنا المثلث denotes the length of the rope، يعني طول الحبل. الزت هو طول الحبل من البولي إلى الإيد مال العامل. شنو الأشياء المطلوبة؟ هسه الخطوة وراها رابعاً، اوكي، المطلوب شنو الاشياء المطلوبة؟ احنا مثل ما قلنا want to know dh over dt، تغير الارتفاع هذا dh over dt مع الوقت، يعني سرعة الصعود مال الوزن. مطينا بالسؤال dx over dt، تغير هذا البعد الأفقي dx over dt يساوي 6. زين، فهسه نريد نربط هاي المتغيرات بعلاقة واحدة. Note that the height of P above O is 20 foot. زين، هسه احنا نريد نربط هاي المتغيرات، عندنا 20 ناقصا الات زائد زيت يساوي 45، 20 هذا منا كله 20، اوكي، منا لهنا ناقصا الاتش فتبقى هاي المسافة، زائد الزيت هو اذا هذا طول الكيبل او الحبل اللي عندنا، هذا ربطنا المتغيرات اتش وزيت هاي، اوكي، فعشرين ناقص اتش زائد زيت يساوي 45. نجي اكو علاقة ثانية مال فيثاغورس، همينة زد سكوير يساوي 20 سكوير زائد اكس سكوير، همينة هاي جينا ربطنا زد سكوير يساوي 20 سكوير زائد اكس سكوير، هم هاي معادلة رقم 2، عمود نربط المتغيرات. solve first equation زد equal 25 زائد اتش هاي، ونعوضها بالمعادلة اللي وراها مال فيثاغورس، 20 سكوير زائد اكس سكوير يساوي زد سكوير، بدل الزد سكوير نحط 25 زائد اتش، خلي لها سكوير.
هاي احنا هذا المفتاح مالتنا. بعدين نجي على موضوعنا اللي هو المشتقة، نجي شلون تطبيق المشتقة. هاي نجي هاي المعادلة نشتقها بدلالة التي، طرفين المعادلة إذا اشتقيناها صير 2x 20 سكوير صفر، فهنا 2x يساوي 2 في 25 زائد h في مشتقة داخل القوس. solve the equation for dh over dt. زين نخليها dh over dt، فنخلي dh over dt على جهة يساوي x over 25 زائد h. اوكي في dx over dt، since we have dx over dt it is remained angle of fine 25 زائد h at instant when x equal 21. زين فهسه نجي نعوض 20، احنا عندنا 20 سكوير زائد 21 سكوير يساوي، قلنا بدل ما الهاي احنا 21 مطينا اياها نعوضها مكانها 25 زائد h سكوير، ف 25 زائد h سكوير يساوي 841. تحت الجذر نجذر الطرفين يساوي هالقد، 25 زائد h يساوي 29. نعوض بالمعادلة رقم 3، يعني بدل هذا المقدار 25 زائد h، هذا 25 زائد h يساوي 29، نعوض بمكانه فيصير dh over dt يساوي 21 over 29 في مطينا بالسؤال dx over dt وبالسؤال يساوي 6، نخلي هنا قيمته 6 يساوي 4.3 foot per second. إذن هذا هو المطلوب من السؤال. أوكي.